نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر كابتن محمد شوقي، واحنا طالعين الاتوبيس دلوقتي على مطار القاهره ان شاء الله على ماتش الترجي، قول لي شايف الماتش ازاي وانت لعيب خبره وان شاء الله عودتك تبقى عوده حميده ببدايه من الماتش ده؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، اكيد الماتش صعب وطبعا فرقه عربيه وفرقه من الفرق كويسه، انا شايف طبعا الماتش صعب جدا، بس مش يعني ممكن نكسب وممكن نتعادل وممكن نخسر، بس احنا نعمل اللي علينا ونسيب بقى ربنا. يعني كنت بتكلم قبل كده مع اكتر من احد من الجهاز الفني وبتكلم انه بقول ان الناس قالت ان الماتش ده محتاج النادي الاهلي 3 بونت، اي حاجه غير 3 بونت تبعده شويه عن المنافسه، انت مع الكلام دوت ولا لو برضو رحنا وعملنا تعادل تبقى نتيجه ايجابيه وكويسه للنادي الاهلي؟ انا شايف لا طبعا، الكلام يعني الناس كلها متعادله اول ماتش ولسه اكيد هنبدا من الصفر تاني، كل الفرق من الصفر، التعادل ممكن يكون كويس لكن احنا بنلعب ان شاء الله على الفوز ولازم تلعب على الفوز عشان ما يجيش الخساره، يعني ما يجيش لو رحت هتلعب على التعادل هيجي الخساره، لازم تلعب على الفوز عشان ان شاء الله ربنا يهدينا، لو ما جاش الفوز ممكن يبقى التعادل. يعني شايف اللعيبه كده متفائله وكمان بتضحك ومبسوطه مش مشدوده زي يعني هقول دي طبيعه لعيبه النادي الاهلي؟ ايوه زي ما انت قلت، يعني هم يعني اللعيبه انت شفتهم كتير اكيد مش مشدودين في حاجات كتير، بس هو يعني عشان الصبح لسه بدري جدا فلسه محجوز بتعب، فلما يتعبوا هيسكت مش هيحدش يعمل حاجه. يعني نشوفك الماتش من البدايه؟ والله لسه مش عارف، بس يعني ممكن ان شاء الله، انا بقيت حاسس ان انا بدات شويه احسن من الفتره اللي قبل كده وان شاء الله خير. معايا لسه هاخد من كابتن شوقي لشهاب برضو، يعني مش ما اعتقدش دي اول مره تسافر فيها تونس وتلعب قدام فرقه تونسيه مش كده؟ لا يمكن سافرنا السنه فاتت مع الترجي ماتش برضو الترجي اللي قبل النهائي، ظروف مختلفه اكيد طبعا، ظروف مختلفه، كنا السنه فاتت كنا في قبل النهائي، دلوقتي احنا في المجموعات بنعتبرها كبدايه طبعا بعد الدرو اللي حصل في المجموعه كلها، بنعتبرها كبدايه لينا في المجموعه باذن الله، مركزين ان شاء الله ان احنا نعمل نتيجه ايجابيه هنا ان شاء الله. نص الملعب اهم حاجه في ماتش الترجي ده اكيد؟ اكيد طبعا، يمكن مستر مانويل طبعا مركز في نص الملعب هناك طبعا، يمكن نص الملعب طبعا انت لو زي ما انت عارف يمكن الماتشات اللي زي دي انت لو مسكت الماتش من اوله بتبقى مسيطر خلاص، يمكن بتسال على نفسك الماتش بتبقى ماسك الماتش من اوله، فباذن الله اي حد يلعب في اللعيبه طبعا يبقى باذن الله على قد المسؤوليه باذن الله ويعمل اداء كويس ان شاء الله. ربنا احمد شكري قول لي عايزين نطمن على رجلك بقى، يعني خلاص الحمد لله سليم 100% ولا لا؟ الحمد لله، يمكن الواحد الحمد لله بقى له فتره طويله، كان المشكلة كانت التعبات شوية، فكنت ممكن التعبات دي ممكن تبقى كويس ممكن تنزل في تاني يوم رجع، الحمد لله قدرت الفترة اللي فاتت دي اللي أنا اتعالجت منها الحمد لله كويس، الحمد لله بقى لي فترة كتيرة بشارك وإن شاء الله تكون بداية إن شاء الله كويسة والواحد إن شاء الله تكون فتحت خير عليه وموسم جديد يعني إن شاء الله. عايز أسألك سؤال مهم قوي، سعيد بتمسك مستر مانويل جوزيه بيك وإن أنت وشهاب خاصة يعني مفيش كلام عليكم موجودين مع النادي الأهلي؟ أكيد طبعا الحمد لله، يعني طبعا المدرب طبعا زي مستر مانويل اللي هو الحمد لله يشد بينا يعني واللي هو يكون عايزنا الحمد لله، دي هترفع من روح الواحد المعنويه واكيد دوت ان شاء الله هينعكس علينا في الملعب مع اقرب فرصه باذن الله، هنثبت له ان اللي احنا قد المسؤوليه ديت ونحاول ان شاء الله اللي احنا يعني نحقق بطوله افريقيا، خصوصا اللي احنا بقى لنا كتير بعيده شويه بالظبط، فنحاول ان احنا ان شاء الله للنادي الاهلي طبعا ولنفسنا احنا اول بطوله نفسنا اللي احنا نحققها مع النادي الاهلي ويكون سنه خير باذن الله. لسه مكملين.